السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي قواعد اللغة العربية للصف الثالث متوسط. اليوم هذا الفيديو طبعا مهم جدا. ايش راح اخذ المشتقات وكل من يعني كل مشتقة والوزن مالتها، لان كثير من الطلبة ما يعرفون شنو يعني الاوزان وشنو المشتقات. المشتقات عندي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة واسم التفضيل واسم الآلة. هذني مشتقات خمسة. زين، كل واحد يريد والوزن مالتها ومثال على كل مشتق. يعني ناخذ أول واحد اسم الفاعل. أول مشتق من هو؟ اسم الفاعل. هذا اسم الفاعل شنو هذا؟ هذا طبعا هو اسم الفاعل نوعان، اكو جامد واكو مشتق. المشتق يعني المشتق راح اخذ من عنده مثلا على وزن فاعل اذا كان ثلاثي، يعني اذا كان ثلاثي على وزن فاعل. اقول اذا كان ثلاثي على وزن فاعل. اذا كان ثلاثي على وزن فاعل. زين، مثل ايش على وزن فاعل؟ إذا كان ثلاثي يعني الفعل ثلاثي، مثل عدي سمعة، باعوا هذا سمعة، هذا واحد اثنين ثلاثة، هذا ثلاثة حرف. سووا لي هذا اسم فاعل، شو يصير؟ سمعة سامع، سمعة سامع، سمعة سامع. مثل عدي جهلة، جهلة جاهل. عيني هي بس سمعة سامع جهلة جاهل. عيني الاسم الفاعل إذا كان فعل ثلاثي على وزن فاعل، وإذا كان غير ثلاثي، وإذا كان يعني غير ثلاثي أو يعني شنو رباعي خماسي سداسي، شو نسوي؟ نبدل مضارعه ميما مضمومة وشنو بعد؟ وكسر ما قبل الآخر. نبدل مضارعه ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. مثل عد الفعل أخلفه، أخلفه هذا شبيه هذا، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا فعل رباعي مو يعني ثلاثي خاطر سويته على وزن يعني سمع سماع سمع سامع إذا كان ثلاثي على وزن فاعل. لكن إذا كان غير ثلاثي يعني رباعي وخماسي وسداسي هو هسه أخلفه، مو يصير يخلفه يعني أبدل ميما الدال ياء مضارعه مخلف، الصير مخلف مخلف إبدال ميما مضارعه وكسر ما قبل الآخر. إبدال ياء مضارعه إلى ميم عيني وكسر ما قبل الآخر، يعني هو يخلف الياء تصير ميم وكسر ما قبل الآخر وضم الميم. هذا اسم الفاعل. اسم الفاعل إذا كان ثلاثي على وزن فاعل مثل سمع سامع جهل جاهل. إذا كان غير ثلاثي مثل عدي أخلف يصير مخلف. استخرج مثلا خلنا ناخذ بعد واحد، استخرج شو يصير؟ مستخرج مستخرج. الميم هو يعني الفعل المضارع يستخرجه بس الياء نبدلها ميم وكسر ما قبل الاخر، هذا الراء كسر ما قبل الاخر. هذا اسم الفاعل. اثنين، ايش راح اخذ؟ اخذ صيغه مبالغه. صيغه مبالغه، الصيغه المبالغه عندنا خمسه اوزان اللي هي اولا فعال، فعال على وزن الفعال مثل طعان طعان قتال. اثنين، عندي فعول، فعول مثل صبور شكور. ثلاثة، عندي فعيل، فعيل مثل حميد سميع. أربعة، عندي فعل، فعل مثل حذر حذر يقظ. خمسة، عندي مفعال، مفعال مثل مهذار مطعان. عيني هاي صيغة المبالغة. شو يقول لي؟ يقول لي بالسؤال يقول لي هات صيغ المبالغة من الأفعال الآتية، من الأفعال الآتية. شوفوا يوم مثلا تعطيكم غضبة، شو سووها؟ هذا فعل، سووا صيغة مبالغة، شو يصير؟ غضوب، غضوب على يا وزن فعول. عندي مثل كرة، كرار، كرار على وزن فعال.
زين، وبعد مثلا يقول لك حول صيغة مبالغة إلى حول صيغة مبالغة إلى اسم فاعل، إلى اسم فاعل. يعني صيغة مبالغة مثل عندنا أو نقول حول صيغة مبالغة إلى اسم فاعل، مثلا عندنا شكور نحولها إلى اسم فاعل شو يصير؟ شاكر. أو بالعكس يقول لي حول اسم الفاعل إلى صيغة مبالغة، أقول له هو مو يطيني شاكر، أقول له شكور. هذه النوع الثاني من المشتقات اللي هي اسم الفاعل وصيغة مبالغة. هسا راح ناخذ شنو هي الاسم الثالث؟ ناخذ الصفة المشبهة، ثالثا ثلاثة الصفة المشبهة. الصفة المشبهة عندنا اسم مشتق من فعل ثلاثي أو يشتق يعني من بابين، الباب الرابع والباب الخامس. أقول له يشتق من بابين، أنا حافظ الأبواب ستة الأبواب، الباب الرابع، الباب الرابع مثل أدني أدي فعل يفعل، فعل يفعل، هعيني. والباب الخامس لما انضمتان، الباب الخامس مثل فعل يفعل، يفعل، هعيني. وبعد إلى أوزان أدي فعل مثل حسن فعل، هذه سكون العين، مثل سهل فعل، فعل مثل صلب، صلب فعال مثل شجاع، فعال مثل جبان، فعيل مثل شريف كريم، فيعل مثل لين هين. هذه الصفة المشبهة. شي يجيني بمنطق السؤال شي يقول لي؟ يقول لي هات أو لا أذكر، أذكر أوزان الأفعال الآتية، أذكر أوزان الأفعال الآتية. عندي غضبان على وزن فعلان، عندي بليغ على وزن فعيل، أهيف على وزن أفعل وغيرها. زين، اسم المفعول الرابع، اسم المفعول أخذنا الاسم الفاعل والصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم المفعول عندي، وبعد عندي اسم الآلة واسم التفضيل، هنا ستة مو خمسة، أنا قلت خمسة. اسم المفعول على وزن إذا كان فعل ثلاثي، إذا كان فعل ثلاثي على وزن مفعول. شلون اسم الفاعل إذا كان فعل ثلاثي على وزن فاعل؟ يعني إذا كان فعل ثلاثي على وزن مفعول. زين، مثل إيش عدي؟ مثل عدي وجد، وجد شو يصير؟ وجد يعني شو يصير؟ هذا نبني المبني للمجهول، فابدال ها. إذا كان فعل ثلاثي على وزن مفعول، إذا كان الثلاثي يعني إذا كان غير ثلاثي، ابدال مضارعه ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، عكس اسم الفاعل. من قلنا ابدال مضارعه ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، لا، هذا اسم المفعول، ابدال ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. إذا كان فعل ثلاثي على وزن مفعول مثل عدي وجد، وجد سويناها يعني مبني للمجهول، صير موجود على وزن مفعول. إذا كان فعل غير ثلاثي نسوي بدال ميم مضارعه إلى ياء، يعني بدال الياء إلى ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر، مثل عدي بعثرة، بعثرة شو صير؟ مبعثر، مبعثر، باعوا إبدال، هذا فعل غير ثلاثي ميم المضمومة وفتح ما قبل الآخر. زين، هذه ايش عدي؟ هذه اسم المفعول. بقت عدي اسم الآلة واسم التفضيل، اسم الآلة واسم التفضيل. زين، هسه نقول اسم الآلة، لا اسم التفضيل حتى بالسر يكون اسم التفضيل. اسم التفضيل على وزن أفعل، أفعل على وزن أفعل، اسم التفضيل على وزن أفعل. المؤنث مالتها فعلى، فعلى
هاي المؤنث مالتها. مثل تعطيني جملة يقول لي بغداد أكثر مدن العراق سكاناً. سكاناً يقول لي استخرج اسم التفضيل أكثر على وزن أفعل، أكثر على وزن أفعل. زين، اسم الآلة، اسم الآلة، اسم الآلة عندي مشتق وجامد. الجامد مثل سيف، رمح، قوس، فرجال وإلى آخره. لكن المشتق أكو عندي أوزان، عندي ثلاث أربعة أعتقد، إيه، مفعال مثل مفتاح، مفعلة مثل مطعنة أو مطحنة، مطحنة، مفعل، مفعل مثل مبرد، فعالة مثل غسالة، سيارة. عيني هذني الأوزان، لأن كثير، ليش اختاريت هذا الفيديو؟ كثير من الطلبة يعني اللي حتى أنا اللي أدرسهم ما يعرفون شنو شنو هذا المشتقات، وشنو تجي صيغة السؤال، أو شنو الأوزان مالتها. فهذا الفيديو مهم جدا، أقروه إن شاء الله التوفيق.